اللاعب العراقي علي عدنان يستمر في الدور الإيطالي من بوابة أتلانتا هذه المرة، وإن شاء الله التوفيق للاعبنا العراقي علي عدنان. نشاهد. سونا علي عدنان عمومته في البيتش السيراكوي فورس أتلانتا. علي عدنان لاعب المنتخب العراقي ولاعب نادي أتلانتا، سعيد جدا بتواجدي مع هذا الفريق الكبير. أمنياتي أن أقدم كل ما عندي في سبيل أرفع اسم بلدي العراق عالي. تحياتي علي عدنان فورس أتلانتا.